بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. رغم رحيله عن عالمنا منذ سنوات، إلا إن حكاياته لا تزال تشغل الملايين من محبيه ممن أعجبوا بفنه وخلدوه في قلوبهم بما قدموا من أعمال بيصعب على غيره القيام بها. إنه النجم الراحل أحمد زكي، هو الذي تحتاج أدواره إلى كتب من أجل التعرف على مفاتيح تقديمه لها. لم تقل حياته العاطفية دراما عما قدمه من أعمال، فارتبط في حياته بشائعات كتيرة وألغاز حيرت الجميع ممن أكدوا ارتباطه بفنانات كتير. البداية من السند، حيث استحقت الفنانة شهيرة هذا الوصف، وذلك بعد ما جمعتهم الزمالة قبل الشهرة في بلدتهم بالشرقية، فاشترك سويا في عروض مسرحية بقصر ثقافة الزقازيق، ثم سبقته بالحضور للقاهرة وما إن حضر بعدها حتى ساندته بأخلاق أبناء القرية وتحدثت إلى المخرجين عنه، وظل هو الآخر يوم في حياته يتحدث عن الدور الإيجابي اللي لعبته معاه. لا يخفي على أحد أن مشاركة أي فنان بجانب سعاد حسني كان مفتاح شهرته، لما تمتعت به السندريلا من شعبية ونجومية كبرى لم ينافسها فيها أحد، وبالتالي كان العمل معها حلم بفيلم الكرنك اللي كان مفترض أن يلعب بطولته أحمد زكي في الدور اللي قام به نور الشريف، إلا أنه رفضه في النهاية بسبب بشرته السمراء واللي جعله يفكر في الانتحار، ويمر بأزمة نفسية ساعدته هي على تخطيها حين أكدت له أنه سيعمل معها قريبا. وبالفعل اشترك في بطولة فيلم شفيقة ومتولي، ثم توالت الأعمال بينهم حتى أكد البعض نيتهم الزواج لوجود قصة حب بينهم. أكدها البعض ما فعله حين علم بخبر وفاتها بعد أن أغلق على نفسه الباب 3 أيام لم يتكلم فيها مع أحد. ربما لا يعلم كثيرون أن نجلاء فتحي خلال فترة ارتبطت بصداقة قوية مع النمر الأسود، كانت حديث الجميع أثناء اشتراكهم معا في بطولة فيلم سعد اليتيم، ثم تكررت اللقاءات في أعمال آخرها كان أحلام هند وكاميليا لتثار الشائعات حول وجود قصة حب قوية بينهم، وذلك لأنهم كانوا كثيرون الظهور معا وبيحرصون على الاستفادة من آرائهم سويا، فأعلن عن ذلك في أكثر من مناسبة لتنتهي الشائعات تماما بعد إعلان زواج نجلاء فتحي من الإعلامي حمدي أنديل. أكد كثيرون وجود زواج سري بين أحمد زكي ورغدة، اللي أكدت أنهم بيشبهان بعض بشكل كبير ولكن لا يصلحوا للزواج، فقالت طول عمرنا بنحب بعض بطريقة خاصة مش بطريقة روميو وجولييت، تركيبتنا شبه بعض لكن لم نكن نصلح كزوجين. بينما قال أحمد زكي عن رغدة هي نصفي فهي توأمي وبيننا كيمياء قوية. كما لم تخفي رغدة أنه طلب منها الزواج في آخر أيامه وهو على سرير المرض حماية لها مما تعرضت له من هجمات شرسة بسبب مكوثها معه طيلة سنة وشهرين تسانده فيها في حربه مع المرض. ربما يجهل كثيرون بأن هناك في الوسط الفني ما كانت أشبه بالأخت الكبيرة اللي كانت بتستحق في وقت من الأوقات لقب خطبة، هي الفنانة عفاف شعيب، واللي ارتبطت معه بصداقة منذ اشتراكهم معا بفيلم ضد الحكومة، وكانت شديدة الإشفاق عليه لعدم زواجه بعد انفصاله عن الفنانة هالة فؤاد، وكانت بتنصحه بضرورة الزواج بره، رشحت له كما قالت هي أكتر من فتاة، إلا أنه كان دائما بيتراجع في اللحظات الأخيرة وبيتهرب ثم يطلب منها ترشيح فتاة أخرى للزواج لرغبته في الاستقرار. زوجته الوحيدة وأم ابنه الوحيد هيثم جمعهم لقاء خلال تصوير مسلسل الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين وتزوجه لمدة عامين فقط قبل أن تشتد الخلافات بينهم بسبب غيرة أحمد زكي ورفض هالة ترك التمثيل، إلى أنهم ظلوا أصدقاء. وقال عنها أحمد زكي في أحد اللقاءات التلفزيونية: كانت حب عمري اللي ضيعته من إيدي بسبب عصبيتي وقلة صبري. وانطلقت أيضا بعض الشائعات التي تشير إلى علاقة حب جامعة الفنان أحمد زكي بالفنانة شيرين سيف النصر اللي شاركته بطولة فيلم سواق الهانم عام 1994، وقيل إنه تقدم للزواج منها ولكن لم تكتمل القصة. النجمة الجميلة إيمان الطوخي كانت من أشهر وأجمل نجوم جيلها في الثمانينات والتسعينات، وحققت نجاحات متلاحقة، ورغم أنها لم تجمعها بالإمبراطور أحمد زكي أعمال كتيرة، إلا أن الملحن محمد ضياء أشار في بعض حواراته السابقة قائلا:
أعجب الفنان أحمد زكي بإيمان الطوخي عام 1997، وكان بيحضر حفلاتها باستمرار وبيجلس في المقاعد الأمامية، وحاول لأكتر من عام ونصف أن يقنعها بالزواج، لكن محاولاته باءت بالفشل. وذكر المكير محمد عشوب موقف جمعه بيه حينما فكر أحمد زكي بالزواج بامرأة أكبر منه في العمر، قائلا: أنا عايز أتجوز يا فريدة فهمي يا وردة الجزائرية. فقلت له: أنت بتهزر؟ قال لي: لأ، لأني عايز أتجوز واحدة أكبر مني يمكن أتعايش معاها. فرد عشوب وقال له: فريدة فهمي ماليش فيها، لكن وردة حبيبتي. وبالفعل ذهب عشوب لوردة ونفذ رغبة الراحل، وقال: رحت لوردة وقلت لها، فقالت لي: أحمد زكي ده مجنون. قلت لها: يعقل؟ لأنه بيحبك وبيقعد يكلمني عليك كتير. وقال لها: بتكلم جد؟ وأكمل وقال: الموضوع تحول بالفعل بجد وحددوا موعد الشبكة، ولكن في لحظة هرب، مما وضع عشوب في موقف صعب أمام وردة. وقال عشوب: وردة أول ما شافتني ضحكت وقالت لي: يا محمد، معقول أنا كنت هوافق إزاي بعد جوازي من نائب جمهورية في الجزائر وبليغ حمدي؟ إزاي هتجوز أحمد زكي ويقولوا اتجوزت واحد أصغر منها؟ وبعدها قال أحمد زكي لعشوب: أنا مقدرش أتجوز واحدة بعد هالة فؤاد. وربما يفسر عدم استكمال قصص الحب في حياة الفنان أحمد زكي كثيرا من مواقف حياته، ومنها رفضه الاستقرار في منزل بعد انفصاله عن زوجته هالة فؤاد، حيث كانت أغلب إقامته في أحد الفنادق المطلة على النيل، واختار غرفتين كان بيقيم فيهم الموسيقار المبدع بليغ حمدي لتلحين إبداعاته. شعر النجم بأنه ضيف استثنائي في هذه الدنيا، فغادرها دون أن يكون له فيها زوجة، ولكنه ترك فيها ما هو أبقى وأقوى فنا وحياة وإبداع وحبا وجماهيرية ستبقى إلى الأبد. وغادر الفنان الجميل أحمد زكي دنيانا في 27 مارس عام 2005، وهو لا يمتلك إلا 130 جنيه، بعد ما تصدق بمعظم أجره عن فيلم العندليب لعلاج فنان شاب أصيب بنفس المرض، كما دفع نفقات العمرة لثلاثة موظفين في المستشفى، ورحل الإمبراطور تاركا وراءه كنوزا من الحب والفن والإبداع.